أسرار المطبخ معي أنا شيف شادي زيتوني من التنين للجمعة الساعة 11 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة 7 المساء على راديو تموز الإلكتروني. شركة 10 على 10 متخصصة في تطوير مفاهيم غذائية جديدة، إنتاج عروض الطبخ، إنشاء القائمة وتكلفة الغذاء، تقديم دورات تدريبية، تطبيق الفيديو المحمول الغذائي، تنظيم تعزيز الأغذية، تصوير فيديوهات الطعام، استوديو الطهي، العلامة التجارية الكاملة، مطبخ وخلفية التصميم والعمليات، تنفيذ القائمة والتذوق، بناء قدرات الموظفين، توحيد الوصفات القائمة والتدريب ميزان بلاس، الموارد البشرية، إجراء المقابلة والتوظيف والجدولة، تحديد المواقع في السوق F&B. 10 على 10 السهيلي الطريق العام N57 كسروان 00961923103 00961321970 إيميل info@chefcz.com www.chefcz.com. أصدقاء راديو تموز، أهلا وسهلا فيكم جميعا، أحباء الشيف شادي، أحباء أسرار المطبخ، محبين المطبخ، محبين الأكل. أنا كتير بشكر المتابعة اليومية لهالبرنامج الحلو. بلشنا نكبر سوا، أوكي، تكبر عائلة راديو تموز، تكبر عائلة أسرار المطبخ كمان مع الشيف شادي. صرنا يمكن أكتر عم نصدق هيدي المواضيع. ليش أنا عم أقول كلمة عم بنصدق؟ لأنه الحقيقة في عالم عايشين كيف بدي أقولها من دون ما أجرح حدا ومن دون ما حدا يتضايق من كلامي، في عالم عايشين بعدنا على قديم الزمان. يعني بنشتغل شو ما يطلع يطلع. يعني مثلا تنقول أنا بروح على بيت الوالدة، اليوم التبولي بتعقد، بكرة أطيب، اليوم حامضة زيادة، برغلة أكتر، الكبة بالصينية مشوية زيادة، لحمتها كذا، البرغل. يعني في عدم متابعة للوصفة بشكل جيد، هيدا عم نعاني منه كتير ببيوتنا، أوكي؟ لأنه مش عم نتبع وصفة ومش عم نتبع أسرار مزبوطة لنجاح الوصفة، أوكي؟ كل مرة، اوكي، وكل مره تعطينا نفس الطعمين. انا عندي الوالده، ان شاء الله ما تكون ما تسمعني هلا، اوكي، اليوم الكبه بالصينيه بتعقد، ملحه بجنين، بتعقد تاني نهار ناقصه ملح، ناقصه كمون، ناقصه بهار، رابع نهار اطيب من اول نهار، والكوسه المحشي نفس الشيء، والرز بحليب نفس الشيء، شو بدي اقول لكم؟ يعني كل مره عنا مشكله، اوكي، انتبهوا، نحن بناكل ما بنحكي، ساكتين، ما بنجيب سيره شيء. يعني دائما 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 نحن يعني انا ولا بعرف فتحت تمي. بس المشكله وين الاكبر والاكبر؟ اذا كنا بالمطاعم، يعني بالمطعم بتروحوا اليوم بتاكلوا التبولي شيء، بترجعوا تاني نهار عم نقول تبولي، ممكن يكون اليوم اي اكل تاني، بتلاقوا انه تغير. شو غيرتوا الشيف؟ غيرتوا الطعمة، غيرتوا البقدونس. ليش مبارح كانت أطيب؟ لأنه ما في اتباع لوصفة معينة. دايما لازم نفكر، أوكي، أنه اليوم عملنا التبولي، لازم نلاقي طريقة نعملها نفس الشيء مرت الجي، حتى بالحلويات وحتى بأي شغلة تاني. طيب، موضوع اليوم هو كيف بدنا نصنع السجق والمقاني وأي نوع من أنواع السوسيسون، أوكي، أو السلسيتشا أو السجق أو الفروستل، أوكي، ويطلعوا معنا طيبين بالبيت. أكيد أنا عملت كذا حلقة عن هذا الموضوع، والعالم تابعت هالحلقات كلها، وعالم كتار ما نجح معهم الموضوع، وعالم قليل نجح معهم الموضوع. طيب ليش هيك وليش هيك؟ طيب ليش أنا اليوم عملت حلقة ونجح، أوكي، وليش عملت حلقة حتى لو تنقول 100 شخص سمعوا الحلقة، 10 عملوها مظبوط ونجحت وبتعقد، و90 عملوها مش مظبوط؟ هيدا بيرجع لكتير من الأسباب، وأول عدم متابعة الشرح بطريقة مظبوطة. يعني مش بس أنه أنا حطيت اللحمة، هي أنا شفته للشيف، فتت لجوا، حضرته منه شوي، سمعت منه شوي، ورحت أنا طبقت، يعني خلاص فهمت أوفر أول، يعني فهمنا أنه نحن اليوم بنص ساعة حكى 150 مليون كلمة، لقطنا تنقول مليون كلمة. طب ضل عنا 14 مليون كلمة،
هودي ما لقطنيهم. طب إذا ما لقطنيهم كلهم لح يصير في غلط بمكان ما، وهيدا عم يصير مع الجميع مع الجميع مع الجميع. So please اللي عم بطلبوا هلأ أنه إذا حبيتوا موضوع الحلقة خلوكن مركزين مزبوط ورجعوا اسمعوها مرة تانية. ما حبيتوا الموضوع ساعتها هيدا أنا أكيد يعني بقول أنه ما تسمعوا الحلقة، أو يمكن فيكن تتسلوا بشي تاني، أو يمكن تاخدوا فكرة صغيرة. أوكي، بس بعتقد أنا كل المواضيع اللي عم نحكيها عم تكون مهمة لمحبين الطبخ والمطبخ. كيف بدنا نصنع السجق بالبيت أو المقاني، حكيت عنهم وحكيت عن بهاراتهم وكيف بنعمل البهارات بالبيت وكل شيء. بس شو هي الأسرار لنجاح هيدي الوصفة؟ أولا عنا اليوم بالسوق عنا من خلينا نقول المصارين البلاستيك الاصطناعية، فينا نحنا لأنه كتير من أنواع السجق بالعالم وأنواع اللحومات المطبوخة بغلفوها أو بيحشوا المصارين المصنعة. فيكن تفوتوا أنتوا هلأ على الجوجل تكتبوا وبيطلعوا لكم، هني عبارة جايين مثل الورق مثل الرسور، مثل الرسور هذا الهيك اللي بتمسكوا بإيدكم وبتشدوه. أوكي كل العالم فهمت هذا شو بنعمل؟ بننقعه بالمي يلي بيكون حوالي يمكن شبر حوالي يمكن 15 سنتي بيصير شي 50 متر. أوكي لأنه بيكون مضبوب على بعضه، بس تحطوه بالمي بفك عن بعضه بتلاقوا بيصير طويل، مش 50 متر بس بيصير انه 20 متر. هيدا بنحشيه وبيتاكل. هيدا معمول من أشياء معمولة من السمك، من عظم كمان معين، من البقايا كمان تبع أشياء. سو اليوم هيدا صحي بامتياز، ما في أي مشكلة أوكي عليه. سو ما رح أشرح أنا هلا من شو مصنع بالضبط أو كيف، بس أنتو فيكن تعرفوا أوكي بطريقة سريعة. فينا نستعمل هيدا النوع من المصارين اللي هن الاصطناعية اللي صاروا عم يستعملوا بكل بلاد العالم وبيوت العالم المتحضرة لأنه ننضاف أوكي بعقده ما في أي مشكلة. حتى كمان بس يعملون بالبطعم سهلين موجودين، بيضلوا بالبراد منشيلهم من البراد سو ما في مشكلة. أما إذا بدنا نستعمل المصارين أو خلينا نسميهم الفوارغ مثلا تبع الماعز أو الغنم أو البقر الطازة أوكي، في منهم فينا نشتريهم طازة ونغسلهم نحنا ونتعب عليهم ونقلبهم وننظفهم وهيك هيك يعني خلاص فهمنا أوكي، وفينا نشتريهم ملاحين يعني بيكون اللحام هو أوكي أو المصنع يلي عم نشتري منه أو التاجر بيكون عنده ببيع بالكيلو كيليان تلاتة. شو عم يعملوا هني؟ عم ينطفون بملحون بيضاينوا أكتر. نحنا بنشتريهم منجي منغسلهم مزبوط تيروح منهم الملح هني بيكونوا نضاف ومنشتغل فيهم. فينا نشتغل بالإيد أو بالقمع أو بالمكنة أوكي، أو في عالم بيحطون بالأنيني وبيحطوا الحشو بقلب الأنيني وبيفوتوها لجوا بطريقة كمان كتير حلوة. So أول شغلة لنجاح هيدي الوصفة بدنا نعتمد أنه أي شيء منحطه بقلبه بيمشي الحال. يعني بتحطوا لحمة، بتحطوا دجاج، بتحطوا سمك مع تنقول مع خضرة، بتحطوا خبز مطحون، بتحطوا حمص، بتحطوا تنقول يعني أي خلطة بتعجبكم. اليوم أكيد بتسمعوا أنه في سجق مع الجبنة بقلبه معمول من تنقول لحم الخنزير، لحم البقر، لحم الماعز، لحم الدجاج، لحم شو بدي أقولكم، لحم المفروم، لحم شقف، شو ما بدكن أوكي أنتوا فيكن تخترعوا وتعملوا الحشوة. هيدا ما بدنا نحكي عن هذا الموضوع، نحن بدنا نحكي عن كيف الحشوة لازم تكون. يعني أي شيء بدنا نحطه بقلبه ما بده يكون مفروم ناعم، يعني ما تروحوا على مثل الكفتة نفرمه ناعم، بده يكون مفروم خشن، ممكن يكون دور واحد أو دورين ما عندنا مشكلة. ليه؟ لأنه لازم الهواء يمرق من ميلة للتانية بقلب الحشوة. يعني اللحمة خلوها تكون مفرومة خشنة، فرمناها خشنة، خلطنا مع بابريكا، حطينا بقلبها حلوم مقطع مكعبات صغيرة، حطينا بقلبها فلفل أخضر، فلفل أحمر، عملوا البتكن يا ملح، بهارات الشاورما، السبع بهارات، ما فرقاني معي من هذا الموضوع إطلاقا. أول سر لازم اللحمة أو الدجاج أو السمك أو الأريدس أو شو مكان يكون مفروم خشن نوعا ما. اثنين،
تنقول أنا بدي حط فيه أجبين. الأجبين ما بروح صبح، أنا بدي أعمل اليوم سجق بس جبني بقلبه. أوكي، أنا مرة عامل لمقانق فور تشيز، شي بيطوش قد منا طيبة، بيطوش. سو الجبني هون نحن ما بنروح بنحطها بالفرامة الناعمة ومنفرمه الناعم طيطلع معنا مثل اللبني، لا ما بدنا نعمل هيك. نحن منحطهم منفرمهم بس على الخشن، بيطلعوا مبرغلين، ومنخلط كذا نوع مع بعضهم ومنحطهم بقلب السجق كأنهم حشوة عادية. هيدا أول سر. بعد ما نعمل نحن هالنوع من السجق بأي نوع من الفوارغ، إن كانت اصطناعية أو الطازة لأي حيوان تابع ما حكينا قبل بشوية، اللي لازم نعمله هون لازم نبخش من ميلة لتاني ميلة. أوكي؟ يعني أو بإبري أو في مثل كمان مثل بلاستيكية براسة بيكون في طالع هيك 10 إبر. أوكي؟ هودي كمان بضرب وحدة بخشنا 10 محلات. سو منمسك هالسجقة تنقول طويلة 5 سنتي، منمسكها من بعد ما نجي أكيد منعمل كمية طويلة. إذا بدكم فينا كمان نلفهم على بعضهم مثل المقانق والسجق بتاعوا حبة، بعدين بتبلش الحبة التانية ومسكرة من الميلتين. هيدي تعلمناها كيف منعقد المقانق أو السجق، وفيها تكون شقفة وحدة طويلة طولة نقول ما بعرف 30 سنتي ونشويها مثل ما هي، ما حدا قاله معنا، نحن عم نعملهم ببيتنا. هلا بالمطعم لا، حلو يكون طويلة شوية صغيرة طويلة أكتر، هالقصص كلها سوا. سو لازم نبخشهم، ولازم من بعد ما نبخشهم نعلقهم حتى شو ما بقلبهم في مي ينزل، ينزلوا بينقط. فينا نحط تحتهم طنجرة كرتونة صينية، حتى إذا بتشوفوا عند اللحامين بيعلقون بتلاقوا أنهم منقطين على الأرض، يعني العالم اللي ما عندهم هايجين اللي ما بيتبعوا بتلاقوا هيدا الموضوع. ليه؟ أوكي؟ نحن ببيتنا خلونا نكون أنظف من هيك، يعني حتى اللحامين إذا حدا عم يسمعنا بليز كونوا أنظف من هيك، علقوهم بمحل، حطوا تحتهم طنجرة حلوة لونها حلو تلبق للديكور تبع المحل، بنقطوا بقلبها وبعدين منروح منغسل. يعني شغل كتير إيزي وكتير هيني وكتير كمان بتعطي منظر حلو لكمان الزبائن اللي بيفوتوا على المحل. على كل حال عملوا البدكنية. جينا نحن بدنا نظهر أي نوع من المي الموجودة بالداخل، لأنه إذا ما عملنا هيك وجينا عم نشوي شو بيصير؟ المي بتضل بقلبها وبتغلي، بتكون عم تغلي المي على الحرارة بتفقع، يعني بتلاقوا أنتوا اللحم بتطلع لبرا من قلب الفارغ، إن كان اصطناعي أو إن كان فارغ طازة. سهيدي من القصص الأساسية جدا 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 ما تنسوها. سو أقل شيء منعلقهم حوالي ساعة ساعتين ومنطبخ تاني يوم، يعني مندخلهم على البراد، بترجع بتكمش اللحمة على بعضها مزبوط، منشيلها بتلاقي انه جفت شوي، تغير لونها شوي صغيرة، ما على شي، بس على الشوي هيدا ما بيأثر. هلا فيكن تقولوا لي سودت اللحمة عنا، وكمان عند اللحام بتسود، بس المشكلة او مش المشكلة، الحل عند اللحام انه بيدخل ملون بقلب اللحمة او بيدخل معجون الطماطم بخلي اللحمة لونها حمرة. بس اذا كنتوا انتوا بالبيت وبدكن تعملوها فيكن، بس اذا خليتوا اللحمة عادية من دون اي شيء يعطيها اللون الاحمر، رح تلاقوا انه لونها تغير للبني. اوكي؟ وإلا ما تكون تدخلوا فيها أي نوع من الملونات. فيكم تدخلوا بقلبها كركم بتضل لونها صفرة، إذا جاي عبالكم مثلا أنا بحب بس أعمل السجق للدجاج يكون لونها صفرة، يا سلام. بس أعمل السجق الحرة بحطلها رب الحر. أوكي؟ بس بدي إياها تكون أورانج، ما بعرف شو بحط ولا مرة عملتها، بس إنه حسبه بدي أعملها مثلا. أوكي؟ بجيب ملون صالح للأكل، في منه معجون بيجي بيست، في منه بيجي بودرة، وفي منه بيجي سائل، فينا نقطه موجود بكل السوبر ماركت. سو هيدا بيرجع كمان لكم انتم. ان شاء الله كمان بهيدي الحلقه نكون عطينا فكره حلوه للاشخاص اللي بيحبوا يعملوا السجق والمقانق والسوسيسون بالبيت، وانا بحبهم كتير، وخاصه اذا معمولين بطريقه صحيه وطيبه. اعزموني، ناطر اتصالكم. باي، حلقتي بكره رح تكون مثل العادي اجمل من اليوم.
شركة عشرة على عشرة متخصصة في تطوير مفاهيم غذائية جديدة، إنتاج عروض الطبخ، إنشاء القائمة وتكلفة الغذاء، تقديم دورات تدريبية، تطبيق الفيديو المحمول الغذائي، تنظيم تعزيز الأغذية، تصوير فيديوهات الطعام، استوديو الطهي، العلامة التجارية الكاملة، مطبخ وخلفية التصميم والعمليات، تنفيذ القائمة والتذوق، بناء قدرات الموظفين، توحيد الوصفات القائمة والتدريب ميزان بلاس، الموارد البشرية، إجراء المقابلات والتوظيف والجدولة، تحديد المواقع في السوق F&B. 10 على 10 سهيلي، الطريق العام N57، كسروان 00961923103، 00961321970، إيميل info@chefcz.com www.chefcz.com. أسرار المطبخ معي أنا شيف شادي زيتوني من التنين للجمعة الساعة 11 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة 7 المساء على راديو تموز الإلكتروني.